مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. يوهان يرحل الليلة والأمطار الغزيرة تبقى تخفي الأضرار، وبحسب راصدي حال الطقس فإن العاصفة الباردة أفادت لبنان في غسل وحول العاصفة الرملية الإفريقية التي زمنتها وبعض الطرق الجبلية أمس سالكا للسيارات الرباعية الدفع المجهزة بسلاسل معدنية. ورغم سوء حال الطقس، الخطة الأمنية في البقاع تنفذ من قبل الجيش والأمنيين الداخلي والعام، ووزير الداخلية واللواء إبراهيم وبصبوص رافقه. وفي السياسة برز لقاء العماد عون بالوزير أبو فعور الذي أكد حسن العلاقة بين زنبلاط والرابية، منوها بالحوارات الجارية. وفي الذكرى العاشرة للرئيس الشهيد رفيق الحريري مهرجان في ليبيا بعد ظهر غد، وكلمة للرئيس سعد الحريري وصفت بالضامنة للمواقف الإيجابية. وفي الخارج، تواصل إقفال السفارات وجديد السفارة السعودية بعد الأمريكية والفرنسية والإيطالية والألمانية في العاصمة اليمنية صنعاء وفي سوريا، وتحديدا عند الحدود مع تركيا انفجار عبوة ناسفة أوقع إصابات. وفي العراق، أعاد داعش السيطرة على بلدتين وسط تحضيرات لحملة للجيش مدعوما من طيران التحالف الدولي. عودة إلى حال الطقس، العاصفة بدأت هذا المساء بالرحيل والثلوج تقفل بعض الطرق الجبلية والجرافات تعمل على فتحها. لم يكن الوصول إلى مثل هذه المناطق المرتفعة سهلا في ظل طقس عاصف وشديد البرودة لولا جرافات وزارة الأشغال وآلياتها التي رافقت كاميرا تلفزيون لبنان بجولة اطلعنا فيها على كيفية عمل هذه الآليات التي تبدأ المهمة منذ اللحظة الأولى لتساقط الثلوج. بتتلج الدنيا بتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. بتتلج الدنيا بتشمس الدنيا، يا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. كلما توجهت صعودا باتجاه عيون السمان، كلما باتت الرؤية أكثر ضبابية، وتوجب عليك اتخاذ الحذر والحيطة. وفي هذا الإطار، يشرح المدير الإقليمي لوزارة الأشغال المهندس طانيوس بولوس كيفية عمل الجرافات والصعوبات التي يصادفها فريق العمل. احنا عم نطبق توجيهات معالي الوزير ومعالي وزير الأشغال استاذ غازي زعيت لحط خطة عمل لمواجهة العاصفة. نحن هالخطة عم نطبقها بحذافيرها، وهلية تقتضي انه منع تسكير الطرقات بأي شكل من الأشكال وتأمين الطرقات العامة في كل المناطق الجبلية لحتى المواطنين يقدروا يوصلوا على بيوتهم. بس نحن بنترجى من العالم إذا بيريدوا ما يسلكوا الطرقات الجبلية أثناء العاصفة، لأنه عم بيلبكوا حالهم وبيلبكونا، لأن بتكون مهمتنا هي فتح الطرقات ننتقل لحتى تخليص السيارات اللي هي منا مجهزة. تلجك المحبة وشمسك الحرية. العمل بالطبع ليس سهلا، لكنه يسهل شيئا فشيئا أمام التزام هؤلاء بعملهم وإحساسهم بالمسؤولية. لا وقت للبدء أو التوقف، فالعمل مستمر طالما هناك طرقات ما زالت مقفلة أمام السيارات. تعليمات عم تجينا بتجينا من وزارة الأشغال دغري عم نطبقها، وشغلنا على طول 24 على 24 بهاي المنطقة كلها. المشهد بكل تأكيد يختلف عن أي منطقة أخرى، فالزائر الأبيض هنا يمجد خالقه، زائر افترش الأرض بفعل العاصفة يوهان التي وإن شلعت رياحها كل شيء على الساحل، يبقى خيرها طاغيا أكثر على الجبال التي تنتظر رواد التزلج. يوهان ودع لبنان تاركا وراءه ثوبا ناصع البياض، كلل المرتفعات فازدادت جمالا، مما ينعكس إيجابا على موسم التزلج والسياحة في لبنان. من منطقة فريا، توفيق بجاني، نبيل الرفاعي، تلفزيون لبنان. وزير الداخلية نهاد المشنوق أشرف على تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، مؤكدا استمرار الخطة الأمنية حتى إعلان المنطقة خالية من المطلوبين والأدوات الجرمية. لم يعق الطقس العاصف والبارد مسار الخطة الأمنية في البقاع، حيث انتشرت القوى الأمنية من جيش وقوائم داخلي وقوائم عام مستكملة الإجراءات الرامية إلى ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم.
في اليوم الثاني تقدم التأكيد على جدية الخطة بكل تفاصيلها، واللافت أنها الأولى من نوعها. فمن حاجز تل عمارة بدأ الجولة وزير الداخلية نهاد المشنوق، يرافقه مدير عام قوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وانتهت بالقصر البلدي لبريتال، ومن ثم إلى ثكنة أبلح العسكرية، حيث عقد المشنوق مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الخطة مستمرة حتى إعلان المنطقة خالية من المطلوبين. هيدي العملية الأمنية مستمرة لأيام، ما انتهت، بدأت بالأمس ولكنها مستمرة بمحاولة لإعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خالية من المطلوبين وخالية من كل الأدوات الجرمية وخالية من المخدرات. بعرف أنه كبار المطلوبين انتقلوا للأراضي السورية، كلنا بنعرف هذا الشيء، ما في سر، بس وجود الخطة الأمنية واستمرارها هو على الأقل لمنع من العودة. اللي بده يرجع بده يتوقف وبده يدفع ثمن اللي ارتكبه. العملية الأمنية اللي عم تصير اليوم بعد ما تنتهي ما رح تكون نهاية العمل. في غرفة عمليات مشتركة صارت ثابتة ودائمة بمنطقة البقاع بين الجيش وبين قوى الأمن الداخلي وبين الأمن العام، لمتابعة كل المطلوبين ولمتابعة كل المخالفين. هذا إعلان نهائي وأكيد أنه ما في حدا فوق القانون، وما في حدا بيقدر يكذر ويتمشى بين الناس وهو مرتكب وعليه مذكرات توقيف. المشنوق دعا من توجد بحقهم وثائق اتصال إلى تسوية أوضاعهم، مؤكدا تمسك أهالي البقاع بمنطق الدولة. يوم البقاع الأمني الثاني مستمر رغم الطقس الثلجي الذي لم يعق خطواتها، وما هذه الزيارة إلا تأكيد على المضي بها ودعمها ورفع الغطاء عن كل مطلوب في المنطقة. وفي إطار مواصلة إجراءاتها الأمنية المشددة في منطقة البقاع، نفذت القوى الأمنية وفق بيان لقيادة الجيش مديرية التوجيه سلسلة عمليات دهم شملت مناطق بريتال، حور تعلى، الحمودية وبلدة أخرى. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 56 شخصا من المطلوبين والمشتبه بهم والمخالفين، كما ضبطت 18 سيارة من دون أوراق قانونية وحوالي طنين من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل مستودع من بلدة الحمودي، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية والذخائر وأجهزة الاتصال. وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. مواقف تذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري ووضع أكاليل عند الضريح في وسط بيروت. قال الرئيس تمام سلام في ذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الحريري إن الرئيس الشهيد أمن بالدولة وشكل نموذجا مناقضا للتطرف، ونستعيد تجربة رفيق الحريري ونتطلع إلى تعميم وترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطية والحوار والتي اعتمدها في أدائه السياسي باعتبارها بحق الأعمدة الرئيسية للحكم الرشيد في بلد متنوع مثل لبنان. وبفقدان الحريري فقد لبنان زعيما استثنائيا وضعه على الخارطة العالمية وأعاد إليه موقعا متميزا في قلب العالم العربي. الرئيس نجيب ميقاتي أكد أن الكبار يتركون فراغا من الصعوبة تعويضه، وقال إننا نستذكر رفيق الحريري المسالم المعتدل الذي منع الانقسامات والشرذمة. وزير الإعلام رمزي جريج رأى في الذكرى العاشرة لاستشهاد الحريري أن العدالة وحدها تكفل الاستقرار النهائي للوطن، والذكرى تأتي في وقت لا يزال لبنان يعاني من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. وقال الوزير جريج: نستذكر الرئيس الشهيد الذي حمل مشروع النهوض الاقتصادي بلبنان تمهيدا لإرساء ركائز الدولة والاستقلال الثاني وتحرير لبنان من أي احتلال أو وصاية. السفير الأمريكي ديفيد هيل طالب من أمام ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت بالعدالة، لأن هذه الجريمة لا تستهدف شخصا معينا إنما الدولة اللبنانية. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومن أمام الضريح أيضا دعا إلى عدم اليأس والتشبث بالدولة. فقد صار الرئيس الحريري في حياته وبعد استشهاده رمزا لاستقرار لبنان وأمنه ورفاهه والمستقبل المزدهر لدولته وشبابه ومرابعه وعمرانه وحضارته. وعندما نقارن اليوم بين ما كانت عليه البلاد في زمن الحريري
وما هي عليه اليوم يكون الحريري رمزا بالفعل لكل المعاني التي ذكرناها للأوطان والعمران والإنسان. الرئيس بري عارض التطورات مع السفير السوري الذي نقل عنه حرصه على التنسيق بين الحكومتين والجيشين لمواجهة الإرهاب. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض التطورات الراهنة مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي نقل عن الرئيس بري قوله بضرورة أن تكون الأمور بإيقاع سريع لأن العلاقة تفرض تنسيقا بين البلدين وبين الشعبين، والتنسيق الأوجب هو بين الجيشين والحكومتين لمواجهة الإرهاب ومخاطره الذي رأى فيها أنها تعطي نتائج إيجابية لصالح الانتصار على الإرهاب. الرئيس بري استقبل السفير الأرميني في لبنان وعرض معه العلاقات الثنائية، وكذلك عرض التطورات مع النائب السابق صلاح حنين. سلسلة استقبالات للرئيس سلام في السراي الكبير بينها وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار، الذي رأى أن للفراغ الرئاسي آثار أمنية واقتصادية. جددت الهيئات الاقتصادية الدعوة إلى أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وأثنت على جهود رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التي يبذلها مع كافة الأطراف السياسية في سبيل تفعيل العمل الحكومي. الوفد الذي زار رئيس تمام سلام في السرايا وضم رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت أولى الشماس ونائبه جهاد التنير، أكد وقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الرئيس سلام وتشديد على وجوب أن تتعاون جميع القوى والأطراف السياسية مع رئيس الحكومة بما يؤدي إلى لعب الحكومة دورا أكبر بعيدا عن التعطيل والمناكفات. ونقل الهواجس جراء الركود المخيف الذي بدأ ينعكس على الاقتصاد اللبناني برمته. الرئيس سلام عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر مع وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، في حضور السفير المصري لدى لبنان دكتور محمد بدر الدين زايد، وذلك لمناسبة مشاركة الوزيرين في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في بيروت، وتناول البحث سبل تفعيل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وبعد رفع جلسة مجلس الوزراء الخميس على خلاف، التقى رئيس سلام وزير العمل سجعان أزي وجرى تداول في المستجدات السياسية إضافة إلى شؤون وزارية. الرئيس سلام اجتمع إلى النائب إبراهيم كنعان وتم البحث في شؤون اجتماعية ومناطقية إضافة إلى مسألة عائدات البلديات من الخلوي والحوض الرابع في مرفأ بيروت. نقلت وجهة نظر التكتل بعد دراسات مستفيضة قمنا فيها ودراسة هالموضوع إن كان على الصعيد القانوني أو على الصعيد جدوى الاقتصادية، وكان في يعني تبادل آراء ونوع من كلام حول يعني العودة في الكثير من المسائل إلى الوضع الدستوري والقانوني. رئيس الحكومة عرض لشؤون الدبلوماسية مع سفيري تركيا إنان أوزلديز وأرمينيا أشوت كوتشاريان من الزوار النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وفد من جمعية شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية. دعوة لتفاهمات لبنانية حول الرئاسة أطلقها الوزير أبو فعور من الرابي، مشيرا إلى أن الحوار المسيحي ضرورة كبرى. نفي من أن يكون لدى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أي انزعاج من الحوار المسيحي، عبر عنه وزير الصحة وائل أبو فعور معربا عن اعتقاده بأن هذا الحوار ضرورة كبرى ليس فقط في مسألة رئاسة الجمهورية بل في مسائل استراتيجية كبرى. أبو فعور الذي زار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في إطار حرص النائب جنبلاط على التشاور مع عون في كل الأمور، أكد أن العلاقة الثنائية بدأت تسلك مسارا إيجابيا ومتقدما نحرص على الحفاظ عليه، آملا أن توصل الحوارات الجارية إلى خواتيم إيجابية سواء بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أو بين تيار المستقبل وحزب الله، وبالتالي الوصول إلى تفاهمات لبنانية من بينها الاستحقاق الرئاسي الذي هو من القضايا التي تحمي لبنان في هذه الفترة. لدينا أمل في الحوار المسيحي المسيحي. نحن نعتقد أن الحوار المسيحي المسيحي ضرورة، وأن الحوار المسيحي المسيحي ضرورة كبرى ليس فقط في مسألة رئاسة الجمهورية بل في قضايا استراتيجية كبرى يحتاج المسيحيون، لأن الوطن يحتاج المسيحيين. أبو فعور أشار إلى أن الحديث تناول أيضا عمل الحكومة قائلا لا أعتقد أن بيننا من يريد أن يسقط هيكل الحكومة وما يوجد فيها.
الرئيس سليمان أشاد بالخطط الأمنية في البقاع ورأى أن تدني الإنتاج في الحكومة لا يعالج بتصحيح آلية العمل في هذا الوقت. رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان رأى أن الاستحقاق الرئاسي أوسع من لبنان، إنه استحقاق عربي والرئاسة مسؤولية كل اللبنانيين وليس مسؤولية المسيحيين فقط، والمنتخبون هم جميع اللبنانيين. العماد سليمان إذ رأى أن الحوارات مشجعة فضل أن يكون الحوار وطنيا جامعا. وعن البحث في تعديل آلية العمل في الحكومة لفت إلى أن تدني الإنتاج في العمل الحكومي لا يعالج بتصحيح آلية العمل. طيب أول سؤال بدنا نسأله بعد 9 شهور عم نطرحها هلأ، وكأنه يئسنا من انتخاب الرئاسي، من انتخاب الرئيس، أبداً لا يجوز أن ننتقل إلى هذه المرحلة. بدي أرجع كمان لورا، حكومة الأخيرة قبل حكومة الرئيس سلام صرفت الأعمال 11 شهر. طيب الحكومة التي تجتمع وضعها أفضل بكثير من الحكومة اللي بتصرف أعمال، رغم أنه طبعا تصريف الأعمال في رئيس، بس بكل أحوال حكومة عم تجتمع وعم بتعالج شؤون عديدة. من هون بدي أقول يعني انعدام الإنتاج أو انخفاض الإنتاج بالحكومة ما بينحل بتصحيح آلية العمل بهذا التوقيت. ليه؟ لأنه وين دور رئيس الجمهورية؟ يعني اليوم رئيس الجمهورية له دور بالطعن بالقوانين، له دور برد القوانين إلى مجلس النواب، له دور برد قرارات مجلس الوزراء. الرئيس سليمان توقف عند ذكر استشهاد الرئيس الحريري، لافتا إلى دور الحريري رجل الاعتدال في الحياة اللبنانية، وفي مجال آخر اعتبر أن رفع الغطاء السياسي غير كاف لضبط الأمن. الرئيس سليمان التقى وزير الإعلام رمزي جيج وتناولا العمل الحكومي، وكان تشديد على وجوب انتخاب رئيس للبلاد. من زوار الرئيس سليمان النائب فؤاد السعد الذي شدد على وجوب اتكال اللبنانيين على أنفسهم لإنهاء الشغور الرئاسي. النائب غازي العريضي زار الرئيس سليمان وشدد على وجوب التفاهم الوطني الكامل والشامل حول كل القضايا، لا سيما أن لبنان في قلب العاصفة. المجلس الأعلى الكاثوليكي رحب أيضا بالخطة الأمنية في البقاع وكرر الدعوة إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. رحبت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك بعد اجتماعها الدوري في الربوة برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث فحام بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، وناشدت قيادة الجيش تحصين وجود الجيش في بلدة رأس بعلبك لطمأنة الأهالي وحمايتهم. أكد المجتمعون على واجب الدعم المطلق للجيش اللبناني والتقدير للتضحيات التي يبذلها في سبيل حماية الوطن، وأبدوا ارتياحهم للخطة الأمنية في منطقة البقاع وللإجراءات في منطقة رأس بعلبك والبقاع الشرقي، وناشدوا قيادة الجيش تحصين وجود الجيش في بلدة رأس بعلبك لطمأنة الأهالي وحمايتهم، وطالبوا أجهزة الدولة وهيئة العليا للإغاثة وصندوق المهجرين الاهتمام بمنطقة البقاع الشمالي والشرقي ورأس بعلبك لتشجيعهم على البقاء في أرضهم العزيزة على قلوب اللبنانيين جميعا. مع إطلالة الفراغ المقلق في سدة الرئاسة يكرر المجلس الأعلى دعوته للمجلس النيابي لإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية لما في ذلك من انتظام للحياة الوطنية وعودة المؤسسات الدستورية إلى لعب دورها ووضع الأمور في مسارها الصحيح. وناشد المجلس اللجنة المعنية بالتواصل لإقرار قانون الانتخاب إشراك الإخصائيين وأصحاب الرأي في المناقشات. والمزيد من الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. افتتاح الملتقى اللبناني المصري في فندق فينيسيا والكلمات وعدت بتعزيز التبادل بين البلدين. فرص الاستثمار متوفرة جدا، وكل ما يلزم اتباع خطوات عملية محددة لتحفيز الاستثمار بين البلدين. بهذه الكلمات دعا وزير الاقتصاد اللبناني ألا حكيم رجال الأعمال المصريين للاستثمار في لبنان وتحديدا في القطاع الزراعي. رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير دعا إلى وضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بين البلدين وإقامة شركات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم المصريين. وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان لفت إلى أن الاستثمارات اللبنانية
اللبنانية في مصر شهد تطورا متناميا في السنوات الأخيرة، حيث يحتل لبنان المركز 13 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر. وكانت كلمة لرئيس مجموعة الاقتصاد والأعمار رؤوف أبو زكي عدد فيها الإنجازات الاقتصادية للبلدين متمنيا تطويرها وتحفيزها. أهميتها للبنان حل مشكلة الصادرات الزراعية من لبنان، وبالنسبة لمصر زيادة مواد البناء وزيادة الصادرات المصرية خاصة بعد حل مشكلة البطاطس، وبرضه هتبقى فرصة كويسة لتسويق الاستثمارات اللبنانية أثناء مؤتمر شرم الشيخ والاستثمارات المصرية في الفترة اللي جاية، ومساعدة جميع التجار اللبنانيين المستثمروا والتهيئة للتصدير. هذا أهم شيء اللي ما موجود نحن اليوم عندنا بلبنان، يعني هناك مساحات وقدرات وفعاليات وإنتاجية. وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الصناعة المصري اجتماعا مع وزير ميشيل فرعون ووزير أكرم شهيب. أهل البقاع بين سندان شركات النفط ومطرقة عاصفة يوهان، والتفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع الزميلة ندى الحوت. ما سبب فقدان المازوت من الأسواق؟ البعض يعتقد أن هناك تهريب إلى سوريا، والبعض الآخر يقول أن الشركات تحتكر هذه المادة. ما هو دور اليوم وزارة الاقتصاد؟ بروفيسور عجية، حضرتك مستشار وزير الاقتصاد، اليوم أنتوا شو عم تعملوا بهالموضوع؟ ونحن مثل ما بنعرف أنه أهل بقاع تحديداً عم بيعانوا من البرد والصقيع ونقص من المادة المازوت. من الواقع أنه هذه مشكلة المازوت الأحمر، أغلب المؤشرات بتقول أنه عم بيروح على سوريا، هل عم يهرب تهريب؟ ما بعتقد، لأنه تهريب اليوم الطرقات تقريبا كلها خطرة ووعرة وفي تلج، فإذا ما بقى فينا نحكي عن تهريب، فينا نحكي أنه عم يقطعوا بشكل شرعي عبر الجمارك، عم يقطعوا بكمية كبيرة، وعم يحكى عن 4 مليون لتر بالنهار. طيب وين دور وزارة الاقتصاد لهالموضوع؟ نحن وزارة كوزارة اقتصاد نحن دورنا معروف وعم نقوم فيه على أكمل وجه، ألا وهو محاربة الاحتكار. يعني إذا مواطن راح بده يشتري تانكتين مازوت أحمر، وصل على محطة الوقود وقالت له محطة الوقود ما في عندي أكتر من تانكي، هذه نحن فينا نحاسب عليها وفينا نحول ملفة لهالمحطة مباشرة على النيابة العامة. اليوم الشركات أصدرت بيان وقالت أنه هي عم بتوزع الكميات، أنه روح شوفوا وين عم بتروح الكميات، بس هي عم بتقوم بواجبها. فاليوم أنتوا كوزارة شو عم تعملوا بهالموضوع؟ ومعيل الوزير عطي تعليماته من أول امبارح بتكثيف عملية المراقبة لمكافحة الاحتكار بمنطقة البقاع. السؤال اللي يعني اليوم البعض كمان يقول انه البواخر ما بدها تنزل الحموله بسبب العواصف، هل هو بسبب العواصف او بانتظار ترتفع الاسعار لحتى يربحوا اكثر الشركات؟ كمان هون وين دور وزاره الاقتصاد؟ وجود البواخر برا هو خارج نطاق صلاحيتنا، ولكن اذا ثبت الشيء هذا بيكون نوع من الاحتكار، نوع من الاحتكار. هون اكيد بده يكون على صعيد أكبر من وزارة الاقتصاد يكون في عملية. نعم في احتمال إنه الأسعار تطلع، هل عم يعملوا هالعملية هذه أو ما عم بيسلموا كرمال إنه ينفذوا مثل ما بيقولوا المخطط اللي حضرتك تفضلتي فيه إنه يناموا على هالكميات تتعلى الأسعار؟ بعتقد إنه عم بيخاطروا كتير بهالشغلة هذه، عم بيخاطروا كتير إذا بيروحوا فيها. نحن كوزارة اقتصاد ما رح نقصر، وإذا ما كانت من صلاحيتنا رح نشوف وين هي الصلاحية وين اللي حقهم بهالموضوع إذا كان لازم، بس لا يمكن أنه نقبل أنه يكون في عنا مثل بعد هالأساليب هذه تطبق بعصرنا. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها الجيش في منطقة البقاع كانت مدار بحث بين وزير الدفاع سمير مقبل والنائب أميل رحمي. أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن عمل مجلس الوزراء لا يستقيم إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية. كلام حرب جاء خلال رعايته لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والتقني بين الهيئة المنظمة للاتصالات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية. بحضور وزير الزراعة أكرم الشهيب افتتح الجناح اللبناني في الدورة 20 لمعرض الخليج للأغذية في دبي بمشاركة 4800 عارض ينتمون إلى 120 دولة.
حفل استقبال لمناسبة انعقاد المنتدى اللبناني المصري في منزل السفير المصري بحضور وزراء السياحة والاقتصاد وشخصيات ورجال أعمال، وكان تشديد على تطوير التبادل الاقتصادي والتجاري، وجرى التأكيد على تضافر الجهود في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي السفير الأسترالي والسفيرة الهولندية، كما عرض الأوضاع على الحدود اللبنانية السورية مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري. أطلع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الأئمة والخطباء في مساجد بيروت على الجولات العربية التي قام بها، وأكد ضرورة التزام التعاميم والقرارات الصادرة بما يتوافق مع ضبط عمل المساجد ويصب في خانة استتباب الأمن والاستقرار. برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي افتتح مؤتمر التراث السورياني 13 بعنوان المفسرون السوريان في الجامعة الأنطونية. برعاية رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازق الحريري وبمناسبة الذكرى العاشرة على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نظمت المؤسسة إعلان نتائج مباراة مدرسية بعنوان لو كان الرئيس الشهيد بيننا اليوم ماذا كان ليفعل من أجل خلاص لبنان. مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً بتجفيف منابع تمويل المتطرفين ومحاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة ودمشق والعراق يرحبان. بالإجماع صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل المتطرفين ومحاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة. ومشروع القرار الروسي شاركت في إعداده 37 دولة بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، سوريا، إيران والأردن. ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية. ويندرج هذا القرار التقني ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق. ومشروع القرار يطلب أيضا وقف دفع الفدية للمختطفين، ووقف أي تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات، ووقف أي تجارة محظورة بالأثار التاريخية المسروقة من قبل الإرهابيين عبر حدود العراق وسوريا، مع المطالبة بوقف تدميرها. مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم أشار إلى أن مشروع القرار يطالب دول العالم بإجراءات أخرى من بينها معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا مع داعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها. في وقت رحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري باعتماد قرار مجلس الأمن 2199، وأوضح أن القرار مهم جدا لكل من سوريا والعراق الذين يعدان الضحيتين الرئيسيتين لهذا الإرهاب المدعوم من قبل قوى واستخبارات أجنبية، مبينا أن الإرهابيين الذين ينتشرون في المنطقة لا يأتون عبر المظلات وإنما عبر الحدود المشتركة لكلا البلدين، وأن الغالبية العظمى منهم يعبرون من تركيا والأردن. الملف اليمني حضر أيضا في مجلس الأمن الذي عقد جلسة لهذه الغاية، وأغلاق سفارات ألمانيا وإيطاليا والسعودية في صنعاء بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. عقد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها. واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية. في هذا الوقت تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد قرار جديد من مجلس الأمن لإدانة خطوات جماعة الحوثي التي انقلبت على المؤسسات الدستورية في اليمن. يطالب جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها وبتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة بما فيها المؤسسات الأمنية إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين.
مشروع القرار الخليجي لن يكون الوحيد على خط مجلس الأمن، فكشف السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جراند أن بلاده ستتعاون مع الأردن من أجل تقديم مشروع قرار في الأيام المقبلة بشأن اليمن. وبينما كان الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن اليمن بات على حافة الانهيار، سيطر تنظيم القاعدة على معسكر اللواء 19 في بيجان بمحافظة شبوة بعد مواجهات أسفرت عن 7 قتلى. كما أعلن مسلحون قبليون فرض سيطرتهم على فكرتين تابعتين للواء في بلدة عسيلان المجاورة لبيجان في عملية قال أحد زعماء القبائل إنها جاءت خوفا من سقوط المخرين بيد القاعدة. في موازاة ذلك قال مسؤولون أمريكيون أن إغلاق السفارة الأمريكية أضعف قدرة واشنطن على تنفيذ عمليات في إطار الجهود الرامية لمكافحة تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أنهم أكدوا على استمرار هذه الجهود. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة أريج، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. ملتقانا في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء. إلى اللقاء.